نبي نتكلم الحين عن مبادرة، وأنا المبادرة عاجبني اسمها بعد. إيه قل لي. مبادرة النوير. أي نعم. اللي هي الهدف منها نشر الفكر الإيجابي بين الشباب. كل مكان. طبعًا أنا اللي قريت إنه موضوع عالمي بعد، أنت واصلة فيه صح؟ يعني حتى النوير إحنا مبادرة بديتها بالضبط يوم 19 يوم 20 يصير لها 10 سنين. الفكرة منها كانت بكل بساطة إن ناخذ علم النفس الإيجابي نترجمه إلى مبادرات وتمارين وحملات علشان نغير الفكر في الكويت من السلبي إلى الإيجابي. فبدينا أول شيء في السوشيال ميديا، وبعدين انتقلنا إلى إيفنتات ومثل مبادرات في المجمعات، وبعدين بدينا طلعنا انبثق من النوير اللي هو بريق، اللي هو تدريبات في علم النفس الإيجابي في الثانويات، وبعدين طلع منا بومرانج. بومرانج هو استخدام المسرح الإيجابي لوقف التنمر وزيادة اللطف في المدارس. هذه المشكلة العظمى. أي نعم نعم. والحين قاعد نروح بعد ندخل مجال ثاني. فالفكرة كانت شلون نغير ولا نساعد، أنا ما أقدر أغير، شلون نساعد المجتمع للتغير إلى الأفضل، إلى الأفضل من خلال علم النفس الإيجابي وتطورنا بعدها.